سرقت مركبة نوع بيك أب عائدة لأحد المواطنين من جراج الرواد اللي هو مقابل مول المنصور بسبب ترك البصمة داخل المركبة بأمر من صاحب الجراج، يعني خلى السويتش مال سيارته داخل السيارة، وهذا أمر معمول به في جراجات بغداد حتى يحركون السيارة لما تجي سيارة ثانية يسوون أماكن للسيارات الأخرى. طبعا صاحب السيارة ناشد وحاول أنه الشخص اللي تم التعرف إليه من خلال ظهوره بكاميرات المراقبة أن يتم إلقاء القبض عليه، وناشد أيضا بعدم الموافقة على ترك البصمة أو سويتش السيارة داخل السيارات بالجراجات حتى لا يتعرضون لنفس الموقف ونفس الحالة، حالة السرقة اللي تعرض إليها، مع العلم أنه وصل السيارة يم صاحب السيارة. شلون إجا هذا الشخص اللي هو مو صاحب السيارة الأساسي يطلع بالسيارة ويشغلها وأبو الجراج يسمح له أنه يطلع بدون الوصل؟ هذا أمر حقيقة غريب عجيب، ما أعرف يعني صاحب الجراج ممكن يرد على هذا السؤال، الجهات المختصة هي اللي تبحث بهذا الموضوع. نتابع من خلال كاميرات المراقبة التي سجلت كيفية سرقة سيارة البيك أب من هذا الجراج. هذا يتمشى؟ يعني شيء مسيطر سيارتك يعني جاءوا من برا قبل عليها كبرها بس كاميرا واحدة. مين تشوفه؟ وحتى يطلع منه عمال. فطر رقم تدور تحت فطر رقم. واحد واحد عليك بكل سعجة. ما اليوم؟ تبين التاريخ 24/11/25 شبيك؟ صدق؟ صدق تفسير؟ لا 25. 25. هذا اليوم لعب. شوف الولد باع الله يحفظه. صح مجهول بالتليفون بس يبدأ يراقب. يعني شو إحنا نقول يراقب هو لازم صديقه. لكن. سيبك مو سر وافق دام شانه. في غير طلع عليه. طلع عليه. لازم طلع. سيوه عليه سيارة طلع. أقول لك أنا ما نبدأ السائق الثاني هي بس هو سواق قبل سائق. السويتشات. قبل. قبل هيجوز هم كانوا. قبل هيجوز هم كانوا. من يصفها هم يرتبون هم يرتبون ترجع مكانها الحالة مو عند السيارة لا تبقى بداخل السيارة مستضر خليني نبيده خليني بس يسيش ما لان بيقرأي يعني البصمة البصمة وين علاوة وين علاوة لا لا خلي مشي مشي طيب وين هذا كبولة ثاني أقول لك علاوة وين بس طلع علاوة هسه هاي من ذيك جهنا وخر الله اوكي كد رقمها 900 192 915 كد رقم سيارتكم هاي جديدة ما اخذها يترخم ها؟ ما حافظه والله هو هذا هذا يا هذا هذا قدام 192915 هذا مسح الجوز يعني طلع ساعة بالدعش ونص وخمسة هو هاي ساعة صحيحة؟ ثمانية وثلث عداش ها هذا الوقت هذا الوقت هذا التاريخ